حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الاسكانر الكانون اللاي 300 من خلال الكمبيوتر او من خلال اللابتوب عن طريق الكاب اليو اس بي. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الاسكانر الكانون اللايت 300. وقبل ما نروح للكمبيوتر على طول، في خطوة مهمة جدا لازم تعرفها، وهي انك لو قلبت الاسكانر كده هتلاقي هنا مفتاح لوك. المفتاح ده جاي هنا، المفتاح دوت كده مقفول، معناه ان الاسكانر لو جيت شغلته مش هيشتغل معاك. والزرار دوت مهمته انه يحفظ الاسكانر لو هتنقله من مكان لمكان ما يتكسرش. فاول حاجه لازم تعملها قبل ما توصل الاسكانر بالكمبيوتر او لابتوب، تجيب اللوك هنا على القفل المفتوح، ولو حبيت تنقله من مكان لمكان تعمل الاسكانر على القفل كده. فساعه الاستخدام او ساعه التعريف هتجيب الاسكانر لهنا او اللوك هنا. وتاني حاجه هتعملها هتوصل مدخل كاب الاسكانر بمدخل الاسكانر ذات نفسه زي ما انتم شايفين كده، ومدخل الاسكانر التاني هتوصله بالكمبيوتر او اللابتوب. وبعد كده هنروح لجهاز الكمبيوتر على طول ونعرف الاسكانر واحده واحده مع بعض. يلا بينا. وقبل ما ابدا معاكم الخطوات، انا هسيب لكم رابط تحت في الوصف. الرابط ده فيه نسخه من الاسطوانه الاصليه المرفقه مع الاسكانر، تقدر تحمله بكل سهوله بدون اي مشاكل، وده في حاله انك ما عندكش سي دي روم او السي دي تعريف ضاع منك او السي دي روم بايظ. وبعد ما تحمل الملف هيفتح معاك بكل سهوله عادي جدا، وهتختار ام سيت اب 4 اللي هي اخر اختيار، ثم هيفتح لك القايمه اللي قدامك دي. هننزل لانجويج عشان نعملها لغه عربيه افضل لك واسهل لك، اهيت العربية، ونعمل باك. هتلاقي القايمة اتغيرت بالكامل الى لغة عربية. هنعمل بدء الاعداد، ثم هنعمل التالي. وفي الخطوة دي لازم تكون موصل انترنت بالكمبيوتر او اللابتوب عشان في شوية تحميلات او تحديثات هتنزل مع التعريف. ثم في الاختيار اللي فوق دوت بتحدد انت في انهي قاره، ومن تحت بتحدد انهي بلد اللي انت مقيم فيها. في حاله انك ما لقيتش البلد بتاعتك بتختار اخرى وبتعمل التالي. والحاجات دي حاجات روتينيه عادي جدا. ثم نعمل نعم، ثم نعمل اوافق. في الحاله دي بيقول لك لو انت مركب كابل يو اس بي الاسكانر هتخلعه بس من كمبيوتر او من لابتوب، ثم نعمل التالي. وفي الخطوه دي بيقول لك ان هو هيحمل شويه برامج حجمها 58 ميجا، وانا بكتب لك الوقت المتبقي لانتهاء التحميل. وهنا بيقول لك جاري تثبيت الاسكان جير، وده اهم برنامج في الاسكانر او في الاستخدام الاسكانر عامه. وفي الخطوه دي بيقول لك ركب الكابل اس بي اللي احنا خلعناه من شويه الخاص بالاسكانر، واول ما تركبه بيعمل علامه اللودنج او الدوران دي، معناه ان هو بيقرا الاسكانر. وهنا بيقول لك تم الاعداد، لقد تم الانتهاء من الاعداد. نعمل التالي ثم نعمل انهاء. وبعد ما خلصنا مع بعض خطوات تعريف الاسكانر، دلوقتي هنعمل ريستارت او اعاده تشغيل للكمبيوتر او اللابتوب اللي احنا عرفنا من عليه الاسكانر، ونرجع تاني عشان نعرف ازاي نعمل اسكانر. وزي ما انتم شايفين بعد ما عملنا ريستارت للكمبيوتر، اول حاجه هنروح لقائمه ستارت وندور على برنامج اللي نزل مع الاسكانر، هو اسمه اي جي سكان يونت. اهي هناخدوها بره كده نحطه بره، وده بقى شكله. عندك ثلاث طرق تقدر تعمل بيهم اسكان، وهنعرف مع بعض ازاي نعرف نعمل اسكان من خلال الثلاث طرق. اول حاجه هنحط ورقه في الاسكانر او الصوره اللي انت عايز تعمل لها سكان، ولازم تكون الورقه منحازيه اقصى الشمال، ونقفل باب الاسكانر. وبعد كده هنروح لبرنامج الاي جي سكان دوت، تكتين ورا بعض. وعندك هنا حاجتين تقدر تعمل منهم سكان. اول حاجه لازم تتاكد اسم المنتج اللي قدامك اللي هو اللايت 300. اهو انا عندي كذا حاجه، فلازم اكون مثبتها على 300 عشان انت ممكن يكون عندك كذا سكانر. عندك هنا مستند وهنا صوره، المستند ده اللي هو بي دي اف، يعني السكان هيتعمل بخاصيه البي دي اف. وعندك هنا لو انت عايزه جي بي جي اللي هي الصوره، هنعمل هنا مره وهنا مره. ودي اول طريقه، هنضغط على كلمه بي دي اف. هنا بيقول لك ما تفتحش باب الاسكانر عشان هو دلوقتي بيعمل مسح. وفي حالة انك عملت بي دي اف هيظهر لك الخطوة ديت، هيقول لك عايز تعمل لورقة تانية اسكان بي دي اف، بحيث انك تقدر تدمج اكتر من ورقة بي دي اف في ملف واحد. لو انت عايز تعمل اسكان ونضيف في نفس الملف هتحط الورقة في الاسكانر وهتعمل مسح من تاني، اما لو هي ورقة واحدة بس وعايز تعمل لها اسكان فهتعمل خروج. وفي حالة انك عملت خروج هيفتح لك المكان اللي حافظت فيه الاسكانر اوتوماتيك، ودي الورقة اللي انا عملت لها اسكانر زي ما انتم شايفين. طب افرض دلوقتي عايز اعمل صورة، هنروح لكلمة صورة نفس الكلام بالظبط ضغطة واحدة، وبيقول لك هنا ما تفتحش باب سكانر عشان مفيش اي ضوء يظهر في الاسكان، وبالتالي يضعف الصوره اللي انت هتعملها سكانر، وبالتالي هتعيد الاسكان من تاني.
هو دلوقتي فتح لك المكان اللي بتحفظ فيه الاسكان بتاريخ النهارده اهو. سيبك من اول اربع ارقام دولت بعد الاندر سكول دي يوم 28 شهر 9 سنه 2021 بيتحفظ بالتاريخ اللي اتعمل فيه الاسكان. اللي فوق ده ملف بي دي اف واللي تحت ده صوره. هنا كلمه جي بي جي وهنا ادوب اكروبات. ودي اول طريقه ازاي تعمل اسكان. طب الطريقه الثانيه عايزين نعرفها مع بعض. عندك هنا حاجه اسمها محرر بي دي اف، ضغطه واحده عليها وبعد كده هنروح على كلمه ملف اللي موجوده فوق على اليمين اول اختيار، ضغط عليه وننزل عند كلمه مسح ضوئي. ودي تاني طريقه معانا. هنا بيقول لك ما تفتحش بردك الغطاء بتاع السكانر عشان ما يظهرش فيه السكان. ننتظر لحد ما الورقه تفتح معانا. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلص السكان عايز تحفظه ازاي، هنروح عند ملف ونعمل حفظ باسم تمام، وتكتب الاسم هنا عادي اهيت وليكن احمد السيد. خلصنا خلاص نعمل حفظ، تقدر تقفله بكل سهوله. طب انا دلوقتي عايز اخش على المكان اللي بيحفظ فيه السكانر بدون ما هو يفتح اوتوماتيك ازاي؟ هنخش هنا على الدوكمنت اللي موجود هنا ونختار كلمه دوكمنت اهيت، دي الملفات بتاع احمد السيد اهيت ومكتوبه بعديها التاريخ النهار تمام. ده لسه عامل لها سكان بالطريقه الثانيه. والطريقه الثالثه لو ضغطت على زرار البي دي اف ده اهو ضغطه واحده هيظهر لك الكمبيوتر دلوقتي رساله بتقول لك ما تفتحش الغطاء لان هو بيعمل سكان. مجرد انك تضغط على البي دي اف ده بيعمل سكان لوحده، وفي نفس الوقت في الكمبيوتر اخد اشاره ان هو بيعمل سكان. وزي ما انتم شايفين فتح مكان الاسكانر بعد ما خلصنا الاسكان. وعندك هنا اوتو سكان وعندك كوبي والسند. السند ده مش هتستخدمه، لكن لو ضغطت على كوبي بيعمل سكان. بس الكوبي دوت لما تيجي تعمل سكان هيدخلك على اعدادات الطبعه اللي عندك. يعني ازاي؟ يعني كانك بتعمل تصوير او نسخ من الاسكان، بيعمل سكان وبيرسل اوردر للطباعه ان هي تطبع الورق الاسكانر اللي موجوده جوه الاسكانر. اما الاوتو سكان هو بي دي اف. طب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نعمل كوبي، ضغطه واحده عليها وبعد كده نروح لجهاز الكمبيوتر نشوف الخطوات مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو فتح طبعه تحت وهيبدا يطبع اوتوماتيك من الطباعه على طول. يعني انت دلوقتي بتوصل اعدادات الاسكانر بالطوابع اللي موجوده عندك او بتختار طبعه من الطبعات اللي موجوده عندك، ولمجرد انك تضغط على الكوبي فهو بيعمل سكان ويرسله على الطبعه اوتوماتيك، يعني كانك بتصور من الطبعه. طب دلوقتي انا عايز اعرف ازاي اظبط اعدادات الاسكانر بحيث ان هو يطبع الطبعه على طول، اعمل سكان زي ما عرفنا من كلمه كوبي بحيث ان هو يعمل طباعه على طول على الطبعه اللي انا هختارها. ازاي اختار الطبعه؟ هنخش على الاعدادات وهنيجي فوق هنا على اختيار دوت ضغطه واحده وهننزل على كلمه كوبي اهيت، وهتلاقي تحت مكتوب الطابعه، بتختار الطابعه اللي عندك اللي هي شغاله عندك بحيث ان هي تبعت لها سكان وتطبع على طول. لازم تعرف ان الاربع اختيارات دولت هم الاربع اختيارات اللي موجود في السكانر اللي بره. ده البي دي اف اللي احنا ضغطنا عليه، ممكن تظبط اعداداته اهو بيخلي دي اي 4. طبعا تحديد المصدر عايزه مستند، وعدد الوان عايزه الوان ولا تدير جرامودي ولا ابيض واسود، تختار الدقه اعلى حاجه معاك 600 نقطه على البوصه. بتظبط اعدادات الزرار البي دي اف اللي موجود في السكانر من بره، وده الاوتو سكان. يعني ممكن تسيب البي دي اف يبقى مستند بي دي اف وتسيب الاوتو سكان تحوله وتخليه بدل ما هو دوكمنت تخليه صوره، بحيث ان زرار البي دي اف يبقى خاص باي مستند بي دي اف وزرار الاوتو سكان يبقى صوره فقط اللي هو جي بي جي. وبتظبط جوده الصوره بتخليها مثلا مرتفعه او منخفضه او قياسيه. في حاله انك عملت مرتفعه فالسكانر هيبقى بطيء شويه فتسيبه على قياسيه. وده الكوبي اللي بتظبط منه اعدادات الطباعه تمام. ما تنساش تعمل حجم الورقه بردك هنا A4. وده السند اللي مفيش حد بيستخدمه ملوش اي لازمه. بتخلص جميع الاعدادات بتعمل موافق. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده عن ازاي نثبت تعريف السكانر الليد 300، وعرفنا اعداداته وعرفنا كمان الثلاث طرق اللي تقدر تعمل من خلالها اسكان. اتمنى يكون موضوع حلقه النهارده نال اعجاب، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.